السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح انقل خبر مفرح لكثير من الناس، واللي هو واخيرا سربوا لنا موعد صدور لعبة تاور اوف فانتازي بشكل رسمي والنسخة العالمية. اعتقد كثير ناس منتظرين هذا الخبر وكثير ناس متحمسين للعبة على مود يجربوها. بالنسبة لي صراحة ما اعتقد راح اقدر اجربها، وراح اتكلم عن هذا الموضوع بمقاطع ثانية ان شاء الله. السبب الرئيسي ما اقدر اجربها الدراسة، ما عندي وقت اضيعه على الالعاب. بس الخبر يا شباب هو تسريب، واذكركم التسريب مو دائما يكون 100%، بس التسريب شبه موثوق او شبه منطقي، يعني هي منطقية بعيدا عن موثوق. نفس ما تدرون يا شباب الفترة الاخيرة بحسابهم الرسمي او قناتهم الرسمية على اليوتيوب بدأوا ينشرون اخبارهم او مثلا من جيمز باللعبة او اشياء او انظمة مالت اللعب، بدأوا ينشروها كمقاطع صغيرة تبين لك مثلا الشخصيات او كيفية الطبخ او مجموعة من الاشياء الموجودة باللعبة او الانظمة. فهذا الشيء حتى شفناه بجينشن قبل لا تصدر جينشن، كانوا يصدرون مثلا اعلانات عن الشخصيات او اعلان عن اللعبة وشرح قصتها بشكل يعني مبسط، واللي هو لا شايفين المقطع مال داينز ليف. بشكل عام اللعبة دائما قبل لا تصدر يبدون حسابات اللعبة الرسمية يصدرون مجموعة من الاشياء تبين لك اللعبة وتوضح لك اجزاء من اللعبة. فنشرت لنا اللعبة هواي مقاطع الفترة الاخيرة، فهذا يبين انه التسريب شو موثوق. طبعا التسريب يقول انه اللعبة راح تصدر في الثالث من السنة، يعني الثلث الثالث من السنة، اي بين فترة الشهر السابع الى العاشر تقريبا. خلال هاي الفترة، يعني اما الشهر السابع او الثامن او التاسع او حتى العاشر، خلال هذين الاربع اشهر ان شاء الله راح تكون اللعبة موجودة عندنا وتنزل النسخة العالمية بشكل رسمي وكل يقدر يجربها. اما بالنسبة للاشخاص اللي عندهم حساب صيني او مسوين قاعد يلعبون باللعبة الصينية، انصحكم تتركوها، لانه اللعبة الصينية بالنسبة لي انا لعبتها بس على مود افتهم نظام اللعبة وجرب الشخصيات. بس النسخة العالمية ما تقدر تربطها بالنسخة الصينية بحسابك، النسخة الصينية ما يفيد. فهاي النقطة ايضا مهمة ردت اوضحها، انه لا انت حاليا قاعد تلعب بالنسخة الصينية، احب اذكرك انه الحساب هذا ما تقدر تلعب بيه بالنسخة العالمية، لانه حسابات النسخة الصينية دائما مربوطة بهوية صينية، ما مربوطة بايميل او مثلا فيسبوك او اي شيء او رقم، وانما مربوطة بهوية الصينية، وهاي الهوية الصينية ما تقدر تستعملها بالنسخة العالمية. نقطة مهمة، فلذلك انصحكم تعوفون النسخة العالمية او تلعبها المجرد غرض الاستمتاع او تجرب نظام اللعبة، مو تلعبها بشكل دائم. هاي النقطة ايضا رديت اوضحها. ان شاء الله يكون الخبر موثوق وان شاء الله نشوف اللعبة خلال الفترة اللي قلتها. وايضا للحاب يعرف اساسيات اللعبة، اساسيات البنرات او الاسلحة والشخصيات، اكو مقطع شرحت بيه تقريبا اغلبية الاساسيات تقدر تشوفه. فوصلنا لنهاية المقطع يا شباب، اتمنى عجبكم المقطع، خلونا لايك يا شباب واشتركوا بالقناة، وان شاء الله احاول انزل لكم مقاطع اكثر اذا قدرت. فتعالوا ايضا تابعونا على الانستغرام، ويب مع السلامة.